إذا مشاهدينا كنتواجدوا اليوم في حالة إنسانية مع هذه السيدة اللي الإبنة ديالها اللي كتب لها 15 سنة مريضة بمرض السرطان، من بعد ما تبعت التريتمون ديالها عاود رجع لها المرض للأسف. هذه السيدة كدوي لينا على الحالة ديالها، الحالة العائلية ديالها. تكلمي لينا شنو كتخدمي بعدا؟ كنبيع وتشري. كتبيعي وتشري في الحوايج الجوطية؟ هاد الكروسة منها كنعيش، كروسة نهار نبيع ونهار والله ما كنبيع حتى درهم، نهار كنبيع ونهار ما كنبيعش كاع، والحمد لله. نطلب، انا كنطلب المحسنين، انا بغيت يتعالجوا ليا بنتي. انا بنتك امتى تصابت بهذا المرض؟ كيفاش؟ من شهر 9 كحرقوها كتافها، من شهر 9 كحرقوها كتافها، ديتها بقيت غاده جايه بها، غاده جايه بها، ما داروا معايا صافي، دارت عمليه. دابا المرض رجع ليا ومازال كيقولوا سيري سيري عيطوا لك باش دير الشيمي، ما لقيتش اللي عايده دير الشيمي. سيري تنعيطوا لك هادشي اللي تيقولوا ليا، والحمد لله. الله يجعل ربي دار تاولد الخير. انا شو هي الاعراض الاوليه اللي كانت كتحس بها قبل ما تعرفوا انها عندها سرطان في الرئه؟ اش كانت كتحس؟ كحرقوها كتافها. كحرقوها كتافها. انا كنطلب من المحسنين، يعالجوا لي غير بنتي. هادشي كنطلب من الله، كنطلب منهم يعالجوا لي غير بنتي. هادشي اللي كنطلب من المحسنين. انت غير كاريه الدار؟ انا غير كاريه، مول الدار مازال كيسالني شهرين ذكرى، والحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. دخليكم معنا مشاهدينا، غندخلوا نشوفوا الابنه ديالها والحاله ديالها. كيف ما كتشوفوا الام هي كتبيع وتشري يعني في الحوايج في الجوطيه، كيف ما كتشوفوا الحاله ديالهم راها ضعيفه لاقصى حد. كيف ما كتقول الام غير كاريه هاد الدار باش، وعندها غير هاد البنيته بوحدها، فمرضت لها مرض سرطان. كنتمنى انه الناس يشوفوا من حالهم ويتفاعلوا مع هاد الحاله الانسانيه. وخليكم معنا مشاهدينا باش نشوفوا الابتسامات ديال الابنه وديال الام. قولي لنا الابنه ديالك فاش كتقرا، واش كي كانت حياتها قبل؟ يعني كتقرا 5 ايام وني كنشوف الدراري نجحوا داكشي، بقات كتبكي ما كتبغيش تسكت لي من البكاء. باغا تقرا وتكمل القرايه؟ باغا تقرا وتكمل قرايتها. ايوا شرحي لينا هاد الورقات ديالها. هاد الورقات هادي ديال التحليله ديال العمليه، التحليله ديال العمليه هي هادي. دابا هادي اللي عطوني الاخره كاع، قال لك تجي دير الشيمي. دابا انا كنتسنى، تنعيطولك مازال ما عيطوليش. والدريه في عندها الحريق، دابا المرض رجع ليها، درت لها العمليه، المرض رجع ليها المرض، ودابا عندها كيس في الوالده وكيس رجع لها في الفتحه. دابا عندها الحريق وما مازال ما عيطوليش، والبنت عندي حالتها، والبنيه وحده اللي عندي. انا كنطلب من المحسنين يعالجوا ليا غير بنتي. انا ما كنطلبش شي حاجه، كنطلب من المحسنين يعالجوا ليا غير بنتي. انا كنت كنطلب، ما في حالتيش، ما عنديش القوه، عنديش الجهد باش نعالجها، ما عنديش باش نديها للسبيطار باش نعالجها. انا كنطلب من المحسنين، يعالجوا ليا غير بنتي. وباغا تقرا، وهاد العام ما قراتليش، هاد العام كله وانا جايه غاديه لميريزكو، ما قراتش مسكينه، وكتبقى تبكي. مشيت للمدرسه ديالها، ديت الورق للمدرسه، دخلت عند الحارس العام قلت له بنتي شنو. هو تألم، بقى فيه الحال. ملي قلت لها بني جاوب الدراري كلشي عينجحوا وداكشي دوز الامتحان، بقات كتبكي. ماما انا ما قريتش هاد العام، ماما خصني طلعت انا غير نوصل، فخا ماما نوصل بغا نقرا، وهاد العام ما قريتش. قلت لها بنتي صحتك هي الاولى، غتبري ان شاء الله وتقراي، ماشي مشكل. هاد العام داز ماشي مشكل، العام الجاي ان شاء الله نطلبهم غير صحتك تبراي. هادشي ما نطلبو من الله سبحانه. دابا كنطلب من المحسنين، يعالجوا ليا غير بنيتي. هادشي ما كنطلب منهم. دابا الابنه ديالك دارت التريتمون ديالها الاول، دارت العمليه؟ دارت غير العمليه، مازال ما كاين لا دواء لا حتى شي حاجه، ما عطاوها حتى دواء. الشيمي دارت؟ ما دارت حتى حاجه، مازال كتسناو ديروا الشيمي حتى رجع لها. كنتسناو دير الشيمي، مرضى برجع ليها ومازال ما عيطوش ليا. هذا الان مازال ما عيطوش ليا. دابا كنتسنى من المحسنين يعالجوا اقرب وقت، يعالجوا ليا بنتي. هادشي اللي كنطلب منهم. سخانه بيتها كتقطع بالحرايق، ما كنعش انا قسما بالله. كنبات جالسه ملي كنشوف هاد الحاله هكاك، كنبات جالسه ما كنعش. كنبات ملي كنشوفها كتقلب كحرق فيها، كنجلس جالسه نبقى نشوف فيها وكنبكي. اقرب وقت خاصها تمشي دير شي، اقرب وقت باغا نعالج بنتي. بنيه وحده اللي عندي، هي اللي عندي. انا مزوقه فيها. عطينا رقم الهاتف ديالك باش الناس يقدروا يتصلوا. 06 13 82 72 42. العنوان ديالك ريد 1 رقم دار 30.
ورا عطار الامل. عطار الامل. اذا مشاهدينا كيف ما شفتوا هذه الحاله الانسانيه لطفله اللي كتبلغ من العمر 15 سنه، شفتوا المعاناه اللي كتعيش، نتمنوا من المحسنين يعاونوها او الجمعيات اللي مكلفين بهذا الشان ياخذوا لها رونديفو باش دير شي مي ديالها، ونتمنوا لها الشفاء ان شاء الله. امين 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 امين. انا عندك شي ما كنطلب من الله، كنطلب من الله المحسنين يعالجوا لي بنتي، هادشي ما كنطلب من الله، ما كنطلب حتى شي حاجه في الدنيا، كنطلب بنيه وحده اللي عندي انا باغي يعالجوها تبقى ليا، هادشي ما كنطلب من الله سبحانه، ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب من الله بنيتي هي اللي عندي وليا بنيه وحده، كنطلب من الله وانا ما حالتيش وما عنديش، انا كاريه ودايره كراريسه كنبيع فيها حويجات، نهار نبيع ونهار والله ما كنبيع حتى درهم، نهار نبيع ونهار ما كنبيعش، وتابعني كنقول للسبيطار نقول يا ربي جيب لي غير شي حد يداوي ليا غير بنتي، انا بغيت غير بنتي، ما باغي حتى حاجه في الدنيا، باغي غير بنتي تبرى ليا، هادشي ما باغا في الدنيا، ما باغا والو. الله يجيب الشفاء ان شاء الله، الله يجيب الحمد لله.